السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. وقبل ما نبدأ خبرنا اليوم، يا ريت تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نزلنا منذ قليل الأكل اللي سمارة يحيى كانت بتاكله، ونزلنا الفيديو بتاع سمارة وهي بتاكل هي وصديقتها. معرفش بقى مين اللي موجود معاها، في ناس بتقول رشا جت، الله اعلم. بصراحه انا ما شفتش حاجه وما اعرفش حاجه، ما بحبش اتكلم في حاجه انا ما شفتهاش رسمي. وبعدين بقى في خبر انتشر منذ قليل وانتشر اليوم بالاخص، بيقولوا ان ده تاكيد حمل سماره. طبعا الكلام ده يا جماعه ما فيش مصدر صرح بيه ولا حد شاف حاجه عشان نتكلم في حاجه زي كده، لا. وكمان ايه بيقولوا ده هي بتتوحم على الاكل ده، اللي هو الاكل اللي كلته، اللي هو عباره عن مخ وعبارة عن لحمة راس وعبارة عن لسان وعبارة عن رز وملوخية وبانيه، اللي هو المخ البانيه يعني. وايه تاني كانت بتاكله؟ وكانت بتاكل كمان طحال. وطبعا هي مستغربة، بتقول مخ نورمال ولا مش نورمال يعني؟ ربنا يصلح حالها، اللهم امين يا رب. عندنا الاكلة دي في مصر بيسموها فواكه المذبح، يعني في ناس بتروح المذبح مخصوص، مكان يعني اللي بيذبحوا فيه، اللي هو الحاجات اللي بيذبحوها العجول والكلام ده كله، بيروحوا مخصصين مكان بيعملوا الاكل للحاجات دي. بس هي في مطعم يعني، بس هو شكل المطعم في حتة شعبية عشان انا شفت المكان اما الراجل ظهر في الفيديو. المهم ايا كان، ربنا يصلح حالها اللهم امين، ويا ريت يكون الخبر اللي هما بيقولوه ده صح. بس الصراحة ما فيش اي حاجة رسمية يا جماعة ولا في اي تصريح، ده بصراحة يا ربنا يهدي الجميع. وبكده أقول لكم نكون وصلنا نهاية خبرنا اليوم، دمتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.